السلام عليكم وشكرا لموقع إحاطة على الاستضافة. اولا بالنسبة للحادثة الحمد لله خرجت طريفة. كنت جاي انا وصديق ديالي من مدينة وجدة، كان عندنا العرض ديال الخياطي 36 وفي الطريق يعني ما عرفش شنو وقع ليه، كان صايق واش بانت ليه شي طوموبيل قدامه، لانني واحد اللحظه انا كنت ناهز ومن بعد بانت لي الطوموبيل كتقلب. كانت يعني واحد اول مره كنشوف اكسيدون تنعيشها انا، كان الحادث كنعيشه انا. فتنتمنى من الناس اللي يعيشهم هذه اللحظه هذه، نتمنى ان يوصلوا على عند وليداتهم على خير، ونتمنى ان اي واحد في الطريق يفكر في وليداته وفي عائلته اللي كتسناه، ما يحاولش يزرب، ما يحاولش انه يكون متهور في الطريق. هادشي اللي كاين والحمد لله على لطف الله. هادشي